على اي حال هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر. وامبارح وزاره التضامن اعلنت عن طرح بطاقه الخدمات المتكامله لمستحقيها من ذوي الهمم وفقا لالوان محدده، كل لون بيشير لنسبه الاعاقه ودرجتها. طبعا عايزين نعرف الفرق ما بين الاثنين، ما بين البطاقه الجديده والبطاقه القديمه. الاليه دي هدفها ايه؟ هدفها تذليل اي صعوبات امام الاشخاص من ذوي الاعاقه وتيسير الحصول على الخدمات اللي بتوفرها هذه البطاقه المتكامله. طيب نروح نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ خليل محمد خليل، مدير عام تسجيل وتوجيه الاشخاص ذوي الاعاقه بوزاره التضامن الاجتماعي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم على حضراتكم وعلى جميع الساده المشاهدي البرنامج الكرام. اهلا بحضرتك. طيب يعني ايه الفرق بين البطاقات القديمه والبطاقات الملونه؟ ويعني ايه بطاقات ملونه وفقا للحاله؟ يعني لو تقول لنا بقى تفاصيل اكتر يا فندم. هو الفكره ان يعني بطاقات الخدمات المتكامله لما تم اصدارها في العام 2019 كلها كانت بطاقات بلون واحد اللي هي اللون الازرق العادي اللي احنا كنا بنشوفه كلنا. كانت مدون فيها فقط اسم الشخص ذوي الهمم والرقم القومي ليه والرقم التسلسلي بتاع البطاقه نفسها. بعد كده دخلنا نوع الاعاقه في ضمن البيانات اللي بتتضمنها هذه البطاقه. بعد كده بقى في لكل مستوى من مستويات الإعاقة لون من الألوان. فضل اللون الأزرق العادي ده للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة. استحدثنا بموجب توجيهات من معالي الوزيرة اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة. تمام، بقى في اللون الإرجواني للإعاقات البسيطة. طيب عظيم، بالنسبة للبطاقات الجديدة الناس بتسأل هل هتلغي البطاقات القديمة؟ الجديدة ما بتلغيش القديمة تماما، القديمة بطاقات سارية، لكن احنا مدين الإتاحة لذوي الهمم ان هو لو عنده رغبة ان هو يعدل يغير البطاقة بتاعته ده بإجراء بسيط جدا جدا جدا. الاتصال بالخط الساخن 150 44 ويقدم يعني يقول لهم بس ان هو عايز يعمل اعاده اصدار. انما مفيش كومسيون بقى ولا اي حاجه خلاص؟ لا لا لا، طالما معاه بطاقه الخدمات المتكامله يبقى انا هطالبه ان هو يعمل كومسيون ليه؟ صحيح. انا بقول لحضراتكم بس هو يعلن عن رغبته ديت باتصاله بالخط الساخن 150 44 واحنا نعمل له اعاده اصدار بالطاقه دي. طيب استاذ خليل، يعني حضرتك ذكرت انه الكارت اللي باللون الازرق ده الاعاقات الشديده والاخضر للاعاقه المتوسطه ثم الارجواني للاعاقات البسيطه. لو حضرتك تفسر لنا وتفسر للساده المشاهدين يا فندم ما هي الاعاقات الشديده والمتوسطه والبسيطه؟ الحقيقه ان القانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه رقم 10 سنه 2018 ولائحته التنفيذيه قسموا الاعاقات وفقا للشده لثلاث مستويات. مستوى الاعاقات الشديده وبالغه الشده الشخص نتاج للكسور او لحاله العجز اللي عنده هو ما بيبقاش قادر ان هو يقوم بالانشطه الحياتيه اليوميه حتى لو توفرت له مساعده او لو كان حتى حد بيساعده. المستوى الثاني من مستويات الإعاقة اللي هو مستوى الإعاقة المتوسطة اللي الشخص يعني لو قدرت إن أنا أوفر له وسيلة مساعدة هو بيقدر يؤدي الأنشطة والمهام الحياتية اليومية. الإعاقات البسيطة اللي هو يعني الشخص عنده صعوبة وعنده قصور في احد النواحي لكن بدون مساعده وبدون اي اجهزه معينه هو قادر ان هو يؤدي الانشطه الحياتيه اليوميه لكن زي ما ذكرت لحضرتك في نوع من انواع الصعوبه نوعا ما.
عظيم. اتكلمنا عن المستويات الثلاثة من مستويات الأعاصير. تمام. احنا اتكلمنا دلوقتي عن البطاقات او عن ذوي الهمم اللي معاهم اوريدي بطاقات الخدمات، لكن ما اتكلمناش عن الناس اللي لسه حتى الان لم تستخرج هذه البطاقه. فهل الاجراءات فيها صعوبه؟ هل اتبعنا خلال الفتره الحاليه تيسيرات اكتر في الاجراءات لحصول الاشخاص من ذوي الهمم على بطاقه الخدمات المتكامله؟ هو بالفعل في تيسيرات بموجب توجيهات من معالي الوزيرة، وده طبعا لأن السيد رئيس الجمهورية مهتم جدا بما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، ووجه كمان في المؤتمر الأخير بتيسير إجراءات الحصول عليها. أنا عايز يعني أقول لحضراتكم أن الإجراءات العامة اللي هي ما فيش فيها أي تيسيرات خالص هي عبارة عن كشف طبي، وده بموجب كوميسيون طبي. الشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يسجل على موقع وزارة الصحة لتحديد ميعاد للكشف الطبي، بيحضر الفحوصات والأبحاث بتاعته، بيروح اللجنة يجرى عليه الكشف الطبي، بعد كده بيترفع نتيجة الكشف الطبي بتاعته على رابط ما بيننا وما بين وزارة الصحة. في حالة ورود التقرير الطبي بيشير لوجود إعاقة، مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بتكمل بقية الإجراءات مع الشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. إيه هي الإجراءات؟ الإجراءات اللي هو إجراء أداة التقييم الوظائفي اللي هو إحنا زي ما قلنا هما بيقفوا على مدى قدرة الشخص ذوي الإعاقة على القيام بالأداءات والمهام الحياتية اليومية من عدمه. بعد ما ما بيتم إجراء أداة التقييم الوظائفي الموضوع ده يعني بيبقى إجراءات إدارية عادية وصولا لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وتوصيلها للشخص ذوي الإعاقة لحد البيت. طيب دي الآلية العامة، الآلية العادية. طيب فيما يتعلق بالتيسيرات، التيسيرات دي لذوي الإعاقات الشديدة وللإعاقات ذوي الشدة. مين هم الإعاقات الشديدة والإعاقات ذوي الشدة؟ اللي هم مثلا أصحاب الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي سواء الطولي أو السفلي، الإعاقات المتعددة، ضمور العضلات، القزامة، ضيف التوحد، الداون سيندروم، دي اللي احنا بنعتبرها من الإعاقات الشديدة، وغيرها من الإعاقات برضو التوجيهات معالي الوزيرة شاملاها. الإعاقات دي مش مطالب خالص ان هو يعمل كوميسيون طبي مميكن، ده لو عنده تقرير طبي من 3 سنين فاتوا احنا بنقبل بالتقرير الطبي ده وبنعمل أداة التقييم الوظائفي وبنوصله البطاقة لحد البيت. طيب الأوراق المطلوبة ايه؟ الأوراق المطلوبة في حالة ان هو لو من الاعاقات الشديده والاعاقات ذوي الشده تقرير طبي زي ما ذكرت حتى لو من 2019 اللي فات بالاضافه لثلاث صور شخصيه بالاضافه. طيب التقرير هل من مستشفى معينه؟ التقرير ده فندم من اي من المستشفيات سواء المستشفيات العامه او المستشفيات التابعه للقوات المسلحه او المستشفيات التابعه لوزاره الداخليه او المستشفيات الجامعيه او التعليميه. وفيما يتعلق بالاعاقات الشديده وبالغه الشده، انا عايز اقول لحضراتكم لو جاب لي تقرير من مستشفى خاصه واعاقته ظاهره قدام الفاحص في مكتب التاهيل ما بيقولوش حاجه، وده طبعا في اطار التيسير على الاشخاص
والهمة. بكل تأكيد يا فندم. وعلى أي حال كل التفاصيل موجودة طبعا زي ما حضرتك قلت بالاتصال برقم الساخر 15044. نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ خليل محمد خليل، مدير عام تسجيل وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي يا فندم على كل هذه الإيضاحات.